السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي، راح نعاود الشرح لهذا التطبيق مع البوت الخاص به بطريقة يعني بسيطة والصوت مسموع، لأن الفيديو ما الصوت تاعو ما كانش مسموع. أول شيء هذا هو التطبيق، هو تطبيق لي يعني فيه بزاف مزايا، هو محفظة وتطبيق في آن واحد، تقدر ديبوزي، تقدر تشري العملات. مثلا نضغط هنايا، تحب تشري العملة، تشري بي ام بي، تشري اي عملة تريدها، اذا يعني عن طريق الارباح اللي تربحها. هذا اول شيء. ثاني شيء عندك، لو ضغطنا لهنا باش تشوفوا الخانة هذه اللي هنايا، نضغط عليها هكذا، عندك ديبوزي تحب تدفع، روتيري هنا، كونفرت تحب تكونفرتي، تحب تكونفرتي العملة ايثيريوم او الدولار اللي تربحه او شيء من هذا القبيل. نروحوا لهنايا، كما تلاحظ هذا الاس دي اس دي تي، نبدلوه مثلا مع الايثيريوم وهكذا، يعني تكونفيرتي العملات اللي تكون عندك. حتى ولو مثلا دفعت عملة، لأن محفظة دفعت عملة، وضعت عملة هنا، تضغط هنا مثلا ديبوزيت، هنا تأخذ رابط بينانس سمارت شين ولا بي اس دي تي أو أي عملة، أي عملة اللي موجودة لهنايا. الدوغ يعني فيه عنده غير العملات يعني اللي نحتاجوها، الأدا، بيتكوين، بي اس دي تي، بي ان بي، اثيريوم، دوغ، داي، لايت كوين، سولانا، يو اس دي تي، يعني عملات يعني مطلوبة جدا. عادة أمر آخر، ألعاب، مثلا في ألعاب تلعب الألعاب وتربح من الألعاب، كما تشاهدون هنا جيم، لو ضغطنا عليها هنايا هنا يقول لك لازم فيريفيكاسيون ايدونتيتي، يعني لازم ندير تحقيق من الهوية تاعي باش يكون عندي صلاحيات في التطبيق هذا في كل شيء. والحقيقة هذا تطبيق قوي جدا خاوتي، وتطبيق رائع جدا، تربح عملة الدولار كما تشاهدوا، تلعب الألعاب تربح، تكونفيرتي العملة تاعك في اي دروبات. روحوا المحفظة، روحوا دركا الشرح طريقة كيفاش نربحوا العملة هذه تاع الدولار. روحوا لأن التطبيق لديه بوت كما تشاهدوا، هذا هو البوت الخاص به، هذا هو هي اسمه. يوميا تضغط هنا، تدخل هنا على الدابس، تضغط هكذا، بعد ذلك تضغط هنا ريكلام، لا ريكومبونس يعني مطالبة ب ريكومبونس يعني الهدية. تضغط عليها، انا راني خذيت العملة، نضغط عليها هكذا، يقول لي خلاص راك ديت العملة عليك، بيان جوي بيتي مالا، مي تي ديجا ريكلامي لا ريكومبونس هكذا. انا تحب تدعو اصدقاء، تضغط هنا، ادلن اوبتوني لابليكاسيون، تحب تحصل على التطبيق تضغط هنا، تحب تفتح ايضا تحب تطلب الابليكاسيون هنا، يعني كاين الابليكاسيون اي او اس على الايفون وكاين اندرويد. المهم هنا باريناج، تضغط هنا هكذا باريناج، هنا اللي كيما تشاهدوا اي او اس، هنا هذا تطبيق تاع الاي او اس خاص بالاي او اس، وهذا بالاندرويد، تحملوا من هنا. عندنا تحب دير ديبو اصلا، يعني البوت هذا على التليجرام مثله مثل التطبيق، تحب تعمل على التطبيق، تحب تعمل على البوت، على البوت هنا، تحب ديبو، حب روتري، تحب اونفوي، تحب تشتري قوة الهاش هكذا، يعني فيه بزاف خصائص كما تشاهدوا. هنا تسجيل، هنا تسجل برقم الهاتف تاعك او الايميل تاعك، من المستحسن تسجل بالايميل ولا برقم الهاتف، ولكن ليس مشكلة تسجل برقم الهاتف، بعد ذلك تقوم بتفعيل الايميل،
لكي لا عندما تخرج من التطبيق تقدر ترجع له، لا تنسى التطبيق، تنسى يعني الايميل باسورد. هنا نضغط مثلا اوبتيني دي دولار، نضغط هنا هكذا ننتظر. انا راني خذيت العلاوه تاعي هنا الجيم، تضغط على الجيم هنا هكذا، تضغط مثلا بلاي هكذا، تضغط هكذا فتح. كما تشاهدوا الجيم ايضا يدوموندي توثيق المحفظه لكي تستطيع لعب الجيم. كما تلاحظوا انا مانيش موثق المحفظه لان جواز السفر تاعي ضاع ومازال ما طلبتش جواز السفر. المهم كما قلت لكم يعني هنا ريكومبونس طلب يوميا، هنا الباريناج لكي مشاركة التطبيق أو تحميل التطبيق، هنا أونفوي ديبو روتري، هذا خاصين يعني باش تدفع العملة ولا تسحب العملة، تحب تسحبها ولا تدفعها عن طريق تليجرام أو عن طريق تطبيق. هنا الألعاب، تلعب اللعبة وتربح الدولار أيضا. هنا دوموندي أوبتيني دي دولار، يعني تطبيق رائع جدا. انا نضغط ريجوان دي كومونتير، نلتحق على مثلا فيسبوك، تيليجرام، تويتر، ديسكورد، ريديت، انستغرام، لين، كاكوا. المهم اذا ضغطنا مثلا على الفيسبوك او على التليجرام، ديروا انضمام هكذا، عندي بزاف التطبيقات، نخرج من هذا. نروحوا للتطبيق تاعنا. طريقة التسجيل سهلة، تسجل بالإيميل أو برقم الهاتف، تفعل الإيميل ورقم الهاتف يرسل لك كود تفعل الإيميل. طريقة يعني تفعيل الوثائق يعني باش تفعل الوثائق تاعك، كي واي سي، هذه هي تضغط هنا كي واي سي، كي نضغط عليها هكذا مباشرة يفتحنا بهذه الطريقة. كل دولة كيفاش، مثلا الجزائر يطلب غير فقط جواز سفر، إذا ضغطنا على جواز سفر مثلا نديرو هنايا، نديرو مثلا بلد عربي، نديرو ايجيبت، نديرو مثلا العربية السعودية. العربية السعودية عندهم الحظ باسبور، بيرميت كوندوير، يعني جو رخصة سياقة ولا كارت بطاقة تعريف أو بيرمي ريزيدونس، يعني ورقة تثبت الإقامة تاعك. نحنا في الجزائر ما كانش كاين غير السفر فقط. قلنا نضغطوا لهنا كونتينيو هكذا، تأتينا هذه الواجهة. بعد ذلك إذا ضغطنا على باسبور هنا يحولنا مباشرة لأخذ صورة الباسبور تاعنا. كما تشوفوا لهنايا ريكتو دوكيمون ايدونتيتي، يعني من الخلف ومن الوراء كي تكمل المهام تاعك. مثلا نديرو هكذا، كما قلت لكم انا باش تشري دوفيز، هنا اللغة، هنا دير البصمة، انا باش نفتح التطبيق بالبصمة، هنا ايدنتيفيكاتور. هذه طريقة سهلة عن طريق تضغط هنا مثلا هكذا، انا راني مفعلها. كيف تقوم بذلك؟ تضغط مثلا هنا، تضغط هنا هكذا، مثلا نحب نديرو نحول التفعيل تاعها، نديرو لها هكذا ما يولوش يطلبها. واذا حبينا مثلا يطلبها نضغط هنا هكذا، ناخذ هذا الكود. خاوتي كاين بزاف ما يعرفش كيفاش التفعيل، يضغط هنا تنسخ هذا الرابط هكذا، بعد ذلك تتوجه مباشره هنا لهذا.
عنده خاصية أنه ما يبينش الواجهة على الهاتف، لذلك ما حتى ولكن فتحه ما تشوفوش مليح. أنا تضغط تضيف، أنا تضغط في الأسفل تلقى علامة زائد، تضغط عليها هكذا، بعد ذلك تجد مكتوب سكان ان كود كيو ار، ما تضغطش عليها، اضغط على تحتوي مكتوب وين كاين لوحة مفاتيح كلافي، مكتوب كتابة سيزي كلي دي كونفيغوراسيون، تضغط عليه هكذا، بعد ذلك في الأعلى الخانة الأولى مكتوب نو دي كونت، يعني اسم الكونت، تكتب هي مثلا وأرقام، ولا تكتب هي فقط، ولا اسم تحبه نتايا، ولا دير هي على رجال التطبيق باش تعرف التطبيق من بعد. وهنا فوتر كلي، دير الكلي اللي درناه حنايا اللي نسخناه. بعد ذلك تلقى لتحت مكتوب بيس سير ار، يعني ما دير لها والو، خليها كيما راهي، واضغط اجوتي إضافة. بعد ما تضغط أجوتي تجد في الأسفل الكود مكتوب به، تنسخ الكود هذا قبل ما يفوت الوقت، وتعاود ترجع مثلا على التطبيق تاعك، تعاود ترجع التطبيق تاعك، دير تضغط سويفون في الأسفل كي ترجع للتطبيق، تضع كولي على الكود هذا، تضع كولي هنا، وبعد ذلك تضغط هنا سويفون. هنا راك فعلت التطبيق عن طريق الايدنتيفيكاتور المعروف، هذا ما كان. وهنا تفعل رقم الهاتف تاعك، فيريفي التليفون، تفعل رقم الهاتف تاعك، وانا تفعل الايميل تاعك، وهكذا. وراك فعلت، انا مازال باش يخصني ندير كي واي سي حتى يخرج لي الباسبور، طلبته كيما قلت لكم، ما درتش باسبور راح لي، راني طلبت باسبور ان شاء الله بربي ناكدو، لان كاين بزاف التطبيقات تطلب جواز سفر. هنا تيليجرام، يعني امور سهله جدا. هنا المحفظه كيما قلت لكم، ويوميا يوميا تسحب العملة هذه. تشارك الرابط تاعك مع أصدقائك، ولا يكون عندك هاتف ولا اثنين هاتف زيادة، ولا هاتفين ولا ثلاثة، ولا تاع العائلة، يعني تفعل تهبط التطبيق وتفعله وتاخذ ريكومبونس تاعك. طريقة سهلة وليست صعبة. هنا كما تشوفوا لهنا ميسانيفو فير هي بازيك. المهم هنايا شحال العملة، شحال ربحت، يعني تخدم يوميا، وعندك دي ريكومب، عندك يعني فوائد. هنايا كل شيء، هنا يطلب يعني العملة تسحبها عادي نورمال، يعني نسحب العملة. تشوفوا لان عندي 2 دولار قريب، 2 دولار ونص تقريبا، 2 دولار ونص ولكن تخصني توثيق الهوية. كاين الموثق الهوية، عندي صلاحيات ندخل الألعاب نربح كذا منايا، ندير تحويل، ندير بزاف، فيه بزاف أمور. نهار نوثق إن شاء الله بربي، دوك ندير لكم فيديو كيفاش، يعني إضافات اللي كاين هنايا. باش تأتي بالأنفي تاعك تضغط هنا، ولا هنا تضغط لتأخذ الإحالات. أنا كما تشاهدوا عندي 3 إحالات فقط، 127 مشاهدة الفيديو هذا السابق، وفيه 3 إحالات فقط. هذا ما كان خاوتي، القناة تاعي راهي غلقوها لي مدة أسبوع، كاين أشخاص اللي قاموا بالسينيال على القناة تاعي، مع أنها القناة يعني قناة تاع أي دروبات، وراكم تشوفوا شراني داير فيها، ماشي قناة يعني سياسية، وما عرف أنا واش الناس، كاين ناس مرضى حقيقة، الناس مرضى بزاف. بلا ما ندخل في التفاصيل، داروا لي سينيال القناة وتغلقت مدة أسبوع، لذلك ما قدرتش نهبط فيديوهات. ماذا بكم، نطلب منكم الآن دعم، أنا عمري ما قلت لكم ديروا لي جام ولا لايك، نطلب منكم دعم باش ما يغلقوليش القناة، وربي يهديهم هادو العباد، هادو المرضى هادو. كان هذا الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.